اهلا وسهلا مرحبا شباب، حياكم الله. اهلا بكم. اليوم راح نحكي عن المحترف العراقي اللي يلعب في صفوف مانشستر يونايتد الانجليزي تحت 18 سنه اقبال زيدان. ما اطول لكم كلام، ركزوا لي بهذا الفيديو كلش زين. وقبل كل شيء اترجاكم، يعني رجاء اخوي، تسوون اعجاب لهذا الفيديو وشوف تعليقاتكم الحلوه ان شاء الله، وحاول ارد عليها قدر الامكان. نشوف. Fantastic turn from Zidane Iqbal to put himself in that position, and he's rattled it against the crossbar off. Yeah, I think I almost fell off my chair as well. It's certainly amazing. Carrier pokes it across goal. Iqbal shifts it onto his left, back onto his right, and that is a lovely. ايش صار عندنا؟ صار عندنا إيمار شير وسط الملعب، زيدان إقبال وسط الملعب، يتقدمهم ريبير حسني، وأمامهم عبود زدير. هذول اللي حكيت عنهم مستقبل المنتخب الوطني العراقي. خلنا نقول مشروع المنتخب العراقي اللي يخص ما بعد 2022. نجي لزيدان إقبال وسوالف زيدان إقبال. هذا اللاعب زيزو، يسمونه زيدان، هو يحب زيدان واسمه زيدان إقبال. هذا يا شباب يلعب في مانشستر يونايتد وسط، وسط أحيانا لعب ارتكاز، بس هو وسط صريح. نشوفه بالفيديو ونحكم عليه. يلا، إذا نتكلم عن الكرات الطويلة سيداتي آنساتي سادتي، فإقبال زيدان بالكرات الطويلة حدث ولا حرج. كرات دقيقة طويلة تصل إلى أبعاد الملعب اللي أمامه، بحيث وين ما يشوف لاعب بإمكانه أنه يوصل كرة بسهولة بهذه الدقة وهذه الطريقة الرائعة. طبعا لا تنسون هو عمره الآن أقل من 18 سنة، فلما يجيك لاعب يلعب لك هالكرات هذه بهالدقة هاي، معناته إلى موهبة وإلى مستقبل كبير إن شاء الله تعالى. هو بعد هو يلعب في مانشستر يونايتد، فأكيد هذا اللاعب ما لعب مع هيج فريق إذا ما كانت عنده هذه الموهبة اللي تميزه وهماتين شنو إلى مستقبل كبير إن شاء الله. مواصفات بدنية رائعة، مهارات، وبعدين هو اسمه زيدان ومتأثر بهذا الاسم، لذلك دا نشوفه في بعض الأحيان دا يقلد زيدان بحركاته بتحركاته بأسلوبه داخل أرضية الملعب. الكرات السهلة البسيطة دائما يلعبها، إضافة لذلك فهو مهاري يستحوذ على الكرة بسهولة. تشوفون شلون يعني هو ما يسوي شيء، أشياء بسيطة جدا تسويها داخل أرضية الملعب تفرق هواي هواي، تفرق مع الفريق اللي يلعب معه ومع شخصه هو كلاعب. هذا إقبال زيدان بالرقم 8. طبعا هو يحب رقم 8، هذا الرقم المفضل للكابتن الراحل النجم العراقي أحمد راضي. هذا هو زيدان إقبال، دائما يتمركز وسط الملعب، تحركاته تكون دائما خلف خطوط الفريق، يعني هو يحب يصنع لعب ويحب يبني لعب، فهو يهندس الهجمات هيك نقول. هذه إقبال زيدان ايضا يمتلك تسديده كلش حلوه، رجل كلش حلوه على المرمى، يلعب بالرجلينات اليمين واليسار. اها، هذا اللي نتكلم عليه.
المناولات الأرضية البسيطة سهلة، العمق دائما يشتغل مع هاي التسديدة اللي قلنا عليها، تسديدة كلش حلوة على المرمى، ويسدد قبل شوية شفناه سدد باليمين، هذه باليسار. طبعا اللاعب بالإمكان أنه يصل طوله إلى أكثر من 180 سنتيمتر، يعتمد على الفريق ببناء اللعب، مو سهل تعطي للاعب مهمة بناء اللعب من الخلف، إضافة لذلك هو يلعب ارتكاز كلش حلو، التحامات البدنية طيبة. يعني يا جماعة باختصار أقول لكم ياها، مشروع لاعب عراقي واعد بإذن الله تعالى. اذكروا هذا الاسم، زيدان إقبال. Hansen's ball through. Plenty of menace here in red and a firm strike, not once but twice. Neat turn by Iqbal. We've got it onto that left foot. Orson. Iqbal trying to burrow his way through. Oh, and he's found the corner. And Iqbal steps up to the plate for Manchester United. Really well taken, and Everton just couldn't get the ball off United or get it away from the initial corner. Well, back by Manchester United, and Alanga's flying again down the left, pokes it across goal. Iqbal shifts it onto his left, back onto his right, and that is a lovely finish from the Manchester United midfielder. Great footwork from Iqbal onto his right foot. He pokes it home. It's one way, comes back onto his right foot, just tucks it inside the post. That's great work. Off to Iqbal, pokes it right footed to McCann. Well brought down. Our lovely footwork from Iqbal inside the penalty area. That's hit the bar. Off my chair as well. It's certainly, I think, basically the keeper just got his hands to that. سيئة كارثة. أنا مؤمن بفشل تجربة المحترفين بالعراق. تنجح بالجزائر، تنجح بالأردن، بفلسطين، بسوريا، بإيران، بأي بلد الآن. كل هذه البلدان اللي حكيت عنها كلها جاي تشتغل على موضوع المحترفين اللي يشتغلون ويلعبون برا، وجاي يستقطبونهم من المنتخباتهم حتى يحققون الإنجاز. يعرفون أن المنتخب مو نادي، مو بلدية أو دائرة مجاري، ها، مو بنزين خانة هذه وأجي عين بها ربيعي. لا، منتخب منتخب العراق، أفضل لاعبين بالعالم وين ما يكون، حتى لو بالمريخ. هوش لاعب بخير يخدم المنتخب، محترف بالمواصفات المطلوبة، أجيبه. هذول اللي سولفت لكم عنهم، هذول الجزائر، الأردن، فلسطين، سوريا، غيرها من المنتخبات، كلها جاي تشتغل على هذا الموضوع، كله ممكن ينجح عندهم، إلا بالعراق ما راح ينجح. هذا إيماني واعتقادي، أنه فاشل بدأ فاشلا ويستمر فاشلا وسينتهي فاشلا، وكل هذا مضيع على الوقت، وكله لأجل يعني اعتقادي الشخصي أنه هذا كل ناس مستفادين من استمرار هذا الموضوع، ويفترض أنه يقف. وإلا لو كان العراق جاد بهذا الموضوع، يفترض أنه يسوي لجنة على أعلى مستوى من وزراء، من يعني أعلى مستوى، حتى رئيس الوزراء يتدخل بالموضوع ويسوي لنا المنتخب اللي نحلم به. لاعب وين موجود، بأي منتخب، بأي نادي، عفوا بأي نادي، يجيبوه وما عليه أي خطوط حمراء. شنو انت لاعب تنقلون بالكيات، تعال، ولا تجي من اسبانيا، ولا تجي من اخر العالم وتنقلون به من الكيات لدائرة الجوازات هذه ودائرة الجنسية هذه، تعال استنسخ لي هذا الكتاب وروح صور لي عد المصور وجيب لي هذا بطاقة تموينية، بس ما عاوزكم تاخذون بعد تحليل دي ان ان. هذا الموضوع شباب، يعني اتصور بعدها شغلة ثانية حشينا بها، انه اكو تباعد اجتماعي بين اللاعب المحترف واللاعب الآخر. هذا يكره هذا، هذا لا يحب هذا، هذا لا يطيق هذا، وأكو فوارق لغوية وثقافية، وأكو قلوب ما منسجمة مع بعض. فهذول شو ما كانوا لاعبين جيدين مع بعض، ما راح يسوونا منتخب، ما راح يسوونا فريق، إلا اللهم نرفع نسبة هذولين، خليهم 90% و10% الهواة. إذا كلش يعني إحنا أدوار هذول الهوات مهمين يعني بالمنتخب. زين، في نهاية هذا المقطع شباب، بعد أنا ما عندي أكثر من اللي قلته، هذا أحب أختصر لكم الموضوع، تمام؟ عندي قناتي على تيك توك، والله تفوتكم قناة ما أنزل بها أشياء يعني تخص المنتخب يعني شغلات عالمية، شغلات حلوة هيك منوعة، تتابعوني وأتشرف بكم هناك.
قناته والله حلوة، تعجبكم قاعتكم، هذه قناتي وحياكم الله. تكتب بالبحث فوق بالبحث، بس تكتب ضيو عارف، ضياء عارف، أقول لك هاي، تطب تدخل القناة وتشترك لي بيها وتنورني بتعليقك حبيب قلبي. في أمان الله.